الحمد لله ما عايش بالكريدي، عندي البون روتريت والحمد لله كنساير وصلنا الدراري ديالنا وداكشي. دابا الحمد لله نشكرو القناعه، القناعه هي الاولانيه. ما درتش الحاجات الصراحه زين دركوها هادشي اللي كاين. لا درت كريدي، درت الكريدي فاش بنيت، فاش بنيت درت الكريدي، من غير داكشي لا ما وقفش عليه الحمد لله. وكان ماشي راه درتو، راه درتو، قلت انا راه درت ان كرون كريدي في سميتو في البني، راه ما رديتو حتى نشفت. دو توت فاسون انا فونكسيونير ولي سيستيم مونيتير المغربي، يعني ضروري غادي تكون عايش بكريدي اوبليغاتوار، كتاخذ ديك كريدي كذا. نبداو حنا باللوجمون مثلا، اللوجمون ضروري غتمشي تاخذ ان كريدي باش يسكنوا وليداتك، بارابور مثلا تبقى كاري ولا كذا كتقول اللهم نمشي ناخذ ان كريدي. سيرتو الا كانت فاسيليتي ديال البايمون، كاين شي كيديروا معك مثلا شي حاجه في لوطو دانتيري كذا من هنايا، ولا كاين شي كونفونسيون مع لورغانيزم ديالك، مع السيستيم بونكير اللي كاين في المغرب، لوسكيل في كتزعم اي بوي كتدخل في هذيك الدوامه ديال دوطر كريدي. دابا كاين لي زانكونفينيون وكاين لي زافونتاج. اهم افونتاج عندنا في الكريدي هو اللوجمون، كاين اسوء لي زانكونفينيون اللي كاينين لا كونسوماسيون، سيرتو الا ما مشاتش في البلاصه اللي خاصها تمشي ليها. مثلا تاخذ ان كريدي بيرسو تمشي دير به طوموبيل باش تهز بها وليداتك كذا من هنايا مزيان، تمشي مثلا انك تاخذ ان كريدي بيرسو باش تمشي تجلس ولا تخسر دوك الفليسات. دونك هنايا انسان تيولي تيلعب في شي حوايج اللي ماشي تالي. هذا موضوع مهم وكبير ومهم بزاف، على حقاش كيهتم بالمجتمع ديالنا. ما مش كنا بزاف الناس كيعيشوا بكريدي، انا عمري ما جربته في حياتي، مره واحده جربته وكنعرف الناس اللي هما دايرين الكريديات، يعني كيخلق واحد الجو ديال التوتر في العائله، وديما الانسان كيكون كيفكر في ذاك الكريدي ديالو، مع العلم ان عنده بزاف الكريديات دينيه ودنيويه اللي خصو يفكر فيهم، تيفكر غير في الفلوس وكيولي عبد ديال سميتو ديال هادشي ديال الكريدي. والكريديات ما تيرحموش، انت شتي شنو وقع في امريكا، هادي واحد خمس سنين او سنين او 10 سنين، الناس اللي باعوا البلاد ديالهم ما عرفش ما كاين شنو كيسميو هذاك الشيء. هذا المجتمع الاقتصادي الجديد ديال القرن 21، واش كان هادشي موجود هادي شحال؟ القرآن جاء وحارب هذا الشيء، الربا حاربه الله سبحانه وتعالى بالقرآن، وقال كلام زوين في هذا الموضوع، كون طبق كون راه ما يكونش الأزمة. عدد الناس طلقوا، عدد الناس اللي ما قراوش ولادهم، عدد الناس هذه بسبب الكريدي، اللهم تعالى يصوب. ما كتبقاش الخلصة كافياك، لأنه إلا كنتي غير بواحد كاع راه ما غاديش تكفيك، سيرتو إلا كنتي عندك بزاف ديال الكريدي وكذا من هنايا، فما بالك إلا كانوا عندك وليدات وعندك مصاريف، عندك مدرسة ديالهم، عندك الطبيب ديالهم، العلاج، خصهم يسافروا، خصهم يلبسوا مزيان، خصهم كذا. خلاص كيف هنا كنوليو كنلعبوا في واحد الدائرة ديال لا شوت. وأغلبية ديال الموظفين عندنا في البلاد كلهم ليل هاد لو كونسيبت ديال الكريدي، ما كاينش شي واحد هنايا في المغرب سوا ديزون دابا سوا ديزون فونكسيونير ولا ماشي فونكسيونير ما عندوش الكريدي. اللي ما عندوش مع بنك كتكون عنده مع هاد لي سوسيتي هادو ديال لي ميكرو كريدي وكذا من هنايا. السير هو الواحد خصو يرجع الله سبحانه وتعالى. انا عندي مثال نيت في راسي، نيت انا كنت خدام بخير وعلى خير في المغرب هنا وجمعت شي بركه، كان تيقول لي الدار خاصك تدخل تاخذ شي دار بكريدي وداك الشيء، نقول لهم راه حرام الكريدي، الريبه هذيك حرام. قلت لكم هذه واقعه، زعما واقعه لي انا بالضبط، وعند صحابي بزاف وقعت لهم بحال هكا. وواحد رجع الله سبحانه وتعالى تيطلب الله يفتح لي شي باب من غير من غير من غير الحرام، يعني حنا انا يعني راه هو الحرام نيت الريبه. سكيفي هو الحمد لله تيسرات لي، وانا نجي جاتني واحد الخدمه على برا الحمد لله، وجمعت فيها فلوس وشريت بها داري بلا كريدي الحمد لله، واللهم لك الحمد. ها الانسان خصو يصبر، راه خصو يصبر لابد، لان راه تيجيك واحد تيهضر معك من هنا واحد تيهضر معك من هنا، والشيطان تيهضر معك من هنا وتتغرق. وعندنا صحابي تاهما خداو الكريدي وغرقوا. انا مشيت خدمت تبارك الله الحمد لله تيسرات لي الامور في 10 سنين ولا 15 عام ولا ما عرفتش شحال خدمت فيها برا، وجيت لقيت صحابي مازال عايشين بكريدي اللي خداو دابا، هذه كان تياخذوا على 25 عام كنت تياخذ 30 عام. ومن يتقي الله يجعل له مخرجا.